en particulier. أعزائنا المشاهدين أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بأبرز العناوين. اختتمت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة يوم أمس الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت. المزيد من التفاصيل نتابع في السياق التقريري التالي. اختتمت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة يوم أمس الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت، ومثل رئيس الجمهورية في هذه القمة معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد محمود علي يوسف، والذي يترأس وفد رفيع المستوى ضم سفير جمهورية جيبوتي في القاهرة ومندوب دائم لدى جامعة العربية السيد محمد دور حرسي. وكان في جدول أعمال القمة أكثر من 27 بندا، من أهمها منطقة التجارة الحرة العربية والأمن الغذائي وإدارة السوق العربية المشتركة للكهرباء والاقتصاد الرقمي، فضلا عن قضايا أخرى تتعلق بقضايا النساء والأطفال والفقر. ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي النادق باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف خطابا تناول فيه جانبا من التحديات الراهنة الماثلة أمام الدول العربية والتي تتطلب التكاتف والتكثيف المساعي للتغلب عليها، معبرا في ذات الوقت عن دعم وموافقة وفد جيبوتي على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال القمة. المزيد نتابع. الملحة التي تواجهها دولنا تزداد تعقيدا وصعوبة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية، وفي هذا السياق فإن التحديات الماثلة أمامنا تتطلب منا جميعا أن نتكاتف وأن نقوم بتكثيف المساعي بغية التغلب عليها وتفعيل منظومة العربية المشترك بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين العرب ويحقق لهم الازدهار والعيش الكريم. وإننا نؤكد على ضرورة الإسراع في صياغة خطة عربية شاملة ترتكز في المقام الأول على المشروعات التنموية المشتركة، كما ندعو إلى تعزيز التضامن العربي على المستويات الكافة ودعم الدول العربية الأقل نموا، ونشدد في الوقت ذاته على أهمية الدور الذي يطلع به القطاع الخاص في قيادة قاطرة النمو في العالم العربي، وعلى حكوماتنا أن تقوم بتذليل العقبات التي تعترض طريقه، وأن تعمل على تهيئة المناخ الملائم لانسياب وتدفق الاستثمارات العربية البينية وزيادة حجم التبادل التجاري الذي لا يزال ضعيفا ولا يرقى إلى مستوى التطلعات. أصحاب الفخامة والسمو حضرات السيدات والسادة، في ضوء الإمكانيات والموارد الهائلة التي يزخر بها الوطن العربي، فإننا مدعوون إلى بذل كل جهد ممكن لبناء قوة عربية اقتصادية متكاملة، وفي هذا المضمار فإننا نعبر عن تطلعنا إلى أن تشكل قمتنا خطوة متقدمة نحو إقامة التكامل العربي المنشود وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في المنطقة العربية. وإن وفد جيبوتي يعبر عن دعمه وموافقته على جميع البنود المدرجة على جدول هذه القمة، ويناشد الجامعة العربية والدول الأعضاء ببذل قصارى الجهد لوضع هذه البنود موضع التنفيذ. وختاما أتمنى لقمتنا هذه التوفيق والسداد بما يعود بالخير على أمتنا، وأجدد شكري وتقديري لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون ولحكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة على استضافة هذه القمة والإعداد الجيد لإنجاحها. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا من جديد. احتضنت قاعة المحكمة القضائية صباح يوم أمس حفل افتتاح الجلسات السنوية الرسمية للمحكمة لهذا العام وفقا للقانون 004، ولمزيد حول هذا التفاصيل نتابع.
احتضنت قاعة المحكمة القضائية صباح اليوم حفل افتتاح الجلسات السنوية الرسمية لمحكمة لهذا العام. ووفقا لقانون 004 والذي ينص في فقرته الأولى أن تبدأ المحكمة جلساتها من 1 يناير وتنتهي 31 من ديسمبر، وجرت هذه المناسبة بحضور وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد مؤمن أحمد الشيخ، وبحضور رئيس محكمة الاستئناف السيدة نمعة علي ورسمي وعديد من القضاة وكتاب العدل والضباط من الشرطة والدرك الوطني. هذا وشهدت قاعة في مبنى المحكمة بحضور جمع الغفير من المدعوين الآخرين في هذا الحفل. وتندرج هذه المناسبة في إطار تعزيز جهود وزارة العدل في مجال تنفيذ قرارات وخاصة القضايا الجنائية. وفي مداخلة لرئيسة المحكمة الاستئناف السيدة نمعة علي ورسمة، أشارت إلى أن محكمته نظمت اليوم مناسبة من أجل افتتاح السنوي لبدء بأعمال محكمة القضائية، وحضر جميع أعضاء المحكمة ولبدء واستماع الجلسات الرسمية. معالي وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان السيد مؤمن أحمد شيخ تطرق في تصريح للتلفزيون الوطني الخطوط العريضة للسياسة الجنائية للحكومة. المزيد نتابع. a été marqué comme vous vous rappelez d'un crime odieux qui a eu lieu à Lissabié, jamais vu jusqu'à ce jour dans notre pays. إن العام المنصرم عام 2018 شهد وقوع جريمة بشعة لا سابقة لها في بلادنا، حيث تعرضت إحدى طالبات المرحلة الثانوية للعنف والاقتتال من قبل 3 أشخاص مما أودى بحياتها. إن هذا النوع من الجرائم الوحشية يهدف بالدرجة الأولى إلى تغيير التقاليد التي يتمتع بها مجتمعنا فيما يتعلق باحترام ورعاية المرأة. ولحد من هذه الجرائم ينبغي أن نواجهها بكل صرامة وشدة. وفي هذا السدد فإن حكومة ممثلة بوزارة العدل لن تتسامح مع أعمال العنف القائم على أساس الجنس أي إن كان نوعه أو شكله، وإن على المحكمة أن تلاحق بشكل منهجي الأشخاص المتورطين بمثل هذه الأفعال رغم ما ينجم عن ذلك من أضرار تلحق بالعائلات. ويجب أيضا أن تكون العقوبات المفروضة بحق هؤلاء الأشخاص عقوبات شديدة لحيلولة دون تكرار مثل هذه الجريمة الشنيعة. وكذلك من الضروري توفير حماية اللازمة للقاصرين الذين يواجهون العدالة كالضحايا أو كالمفترقين للجرائم. وستستمر أنشطة إعادة دمج القاصرين وكذلك تعزيزها خصوصا من هم في السجون وكذلك البالغين. إننا ينبغي أيضا أن نكافح لحد من الجنح الاقتصادي والمالي في إطار غسيل الأموال أو التمويل الإرهابي وكذلك التزوير والفساد لتعزيز ثقة السكان لمؤسسات الدولة. ترأس وزير الصحة الدكتور جامع علم عكي صباح يوم أمس الأحد مناسبة مخصصة لشراكة ثلاثية بين جمهورية جيبوتي والمملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية. مزيد من التفاصيل نتابع. رأس وزير الصحة الدكتور جامع علم عكي صباح أمس الأحد مناسبة مخصصة لشراكة ثلاثية بين جمهورية جيبوتي والمملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية في مجال الصحة. وجرت هذه المناسبة في أروقة قصر الشعب بحضور سفيرة المملكة المغربية السيدة ساندا علوي وممثل بنك الإسلامي للتنمية السيد عبد الرحمن مدجوري ومدير عام لوكالة المغربية للتعاون الدولية السيد محمد مثقال. وفي كلمة لسفيرة المملكة المغربية خلال هذه المناسبة أشادت بالعلاقات والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الذي يمص في العديد من المجالات ولا سيما في مجال الصحي. كما أكد المدير العام لوكالة المغربية للتعاون الدولية سيد محمد مثقال في كلمته على عمل الذي أنجز بين البلدين ولا سيما في مجال تدريب المصعفين والأخصائيين. من جهته أشاد وزير الصحة دكتور جامع علم عكية بعلاقات وتعاون المتميز القائم بين البلدين الشقيقين
كما قدم شكري وتقديره لمجمل أشركائي في هذا المجال. وعلى هامش هذا الحفل طلب المدير العام لوكالة المغربية للتعاون الدولي لوزير الصحة دكتور جامع المعوكية معدات وآليات طبية وأجهزة مراقبة لتعزيز القدرات التشخيصية والإدارية في مستشفيات الولادة في جيبوتي. وأخيرا تم إبرام اتفاقية شراكة بين مدير المستشفى البلدي العام سيد حسين ومدير مركز مستشفى ابن سينا في الرباط. وتشكل هذه الاتفاقية لمستشفى بلتي العام إلى تأسيس قدراته في العديد من المجالات الصحية. وفي شأن محلي آخر، استقبل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود صباح اليوم بعثة من البنك الدولي، وكان بقيادة بعثة البنك الدولي السيد سيمون كتير رئيس مشروع التربية والسيد أنتو سيك ممثل البنك الدولي في جيبوتي. وجرت هذه المناسبة بحضور الأمين العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد محمد عبد الله مهيوبة والمدير العام للإدارة في الوزارة السيد صالح علوان عيسى. وتركزت المحادثات بين الطرفين حول مشروع تحسين النظام التعليمي في المدارس الجيبوتية المدعوم من قبل البنك الدولي. كما تقوم هذه البعثة بدعم الوزارة في الانتهاء الأسبوع المقبل من جدول تنفيذ هذا المشروع الحيوي في الوزارة، وتسعى الوزارة بإطلاق أنشطة هذا المشروع ابتداء من الشهر المقبل بقية تحسين النظام التعليمي في المدارس الجيبوتية ليكون ذات جودة وفعالية عالية، وذلك من خلال ترقية مهنة المعلمين وبناء مدارس تلبي المعايير الدولية ذات جودة عالية. وتطرق الوزير حول الأنشطة التي تم إنجازها طبقا المعايير الدولية والتلبية احتياجات المجتمع في مجال الكفاءة والتكنولوجيا الجديدة. وفي هذا السد تركز الوزارة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة في التعليم أو أيضا التقييم جودة المعلمين. استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل محمد أحمد صباح اليوم في مكتبه وفدا ألمانيا رفيع المستوى بقيادة سفيرة ألمانيا المعتمدة لدى جيبوتي السيدة أنكي جينيزا وعمدة مدينة كرشتش الدكتور فرانك متروبا. ويهدف هذا الاجتماع إلى تسليط الضوء حول ضرورة إنجاز برامج حول التكنولوجيا والابتكار وتبادل الخبرات بين الجانبين. وأبرم الطرفان العديد من الاتفاقيات من بينها اتفاقيتي تعاون في مجال التعليم العالي، وجرى مراسم التوقيع بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعمدة مدينة كرشتة. وسيسمح هذه الاتفاقية ببناء أسس شراكة مستدامة بين بلدين. استقبل وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد يونس علي قيدي الوفد الألماني وذلك في مكتبه. هذا ويضم الوفد الألماني والعديد من الباحثين والمتخصصين في مجال الطاقة الحرارية الأرضية وبقيادة السفيرة الألمانية في جيبوتي. وتباحث الوزير مع الوفد الألماني العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاجتماع تطرق الجانبان أيضا حول العلاقات الثنائية بين المؤسستين وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أوسع ورحبة. من ناحيته قدم الوفد الألماني الشكر والامتنان لوزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية. في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الألماني بقيادة عمدة مدينة كرشتش السيدة فرانكا بجيبوتي ولقائه مع المسؤولين الجيبوتيين، استقبل وزير الإسكان والبيئة السيد محمد أحمد الوفد الألماني وذلك في مكتبه. هذا ويضم الوفد الألماني العديد من الباحثين المختصين في مجالات المتعددة. وتطرق الوزير خلال هذا الاجتماع مع الوفد الألماني العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وكان بغيت الوفد الألماني سفيرة ألمانيا المعتمدة في جيبوتي. وتطرق الوزير مع الوفد الألماني العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق متصل استقبل معالي وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد موسى محمد أحمد صباح اليوم في مكتبه المدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة السيد دعالة سعيد محمود. هذا وشارك في هذا اللقاء مدير البيئة والتنمية المستدامة السيد حسين رداشة روبلا ومدير التعمير والتخطيط الحضري والإسكان السيد حبيب إبراهيم محمد. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزير عن التزامه التعامل والتعامل مع الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة. استقبلت كل من أمينة الدولة المكلفة بشؤون السيدة منى عثمان آدم ووزيرة المنتدبة المكلفة بالسكن السيدة أمينة عبد الظهر أمس وزيرة المرأة وحقوق الإنسان الصومالية السيدة طيقة ياسين حاجة. وكان برفقة الوزيرة الصومالية وزيرة المرأة والأسرة السيدة مؤمنة حمد حسن. وحظي الوفد الصومالي بقيادة وزيرة المرأة وحقوق الإنسان الصومالية السيدة طيقة ياسين حاج يوسف باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلفة بالشؤون الاجتماعية ووزيرة الإسكان. وتطرق أعضاء الحكومة والوزيرة الصومالية حول ترقية وحماية الطفولة والتي تعاني من أضرار الختان الأنثوي والتي تعد آفة صحية بالنسبة لمستقبل الفتيات. وتبادل طرفان الأفكار والآراء والمبادرات بغية استفادة من خبرة جيبوتي حول مجال تشويه الأعضاء التناسلية ومحاربة الختان الأنثوي. ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة الصومالية بمسؤول الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي ووسيد الجمهورية ورئيس الديوان المحاسبة. أشارت وزيرة المرأة والأسرة الصومالية أشارت إلى أن هذه الزيارة تهدف بشكل ملحوظ إلى استفادة خبرة جيبوتي في مجال الختان الأنثوي، وقدمت شكرها وامتنانها على حسن الاستقبال والكرم الضيافة التي حظيت الوزيرة من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الإسكان. بدورها أشارت وزيرة المرأة والأسرة السيدة مؤمنة حمد حسن أشارت إلى أهمية الوفد الصومالي بقيادة وزيرة المرأة وحقوق الإنسان السيدة طيقة ياسين حاجة، والتي تهدف الالتقاء بأعضاء الحكومة لبحث الطرق وسبل تعزيز التعاون في مختلف الدوائر الوزارية. واستفادت من خبرة جيبوتي في العديد من المجالات أمثل وضع حد الختان الأنثوي وعنف ضد المرأة وحقوق المرأة والطفل. وتأتي هذه المناسبة في إطار الزيارة التي تقوم بها وزيرة المرأة والحقوق الإنسان الصومالية في جيبوتي في إطار تعزيز قدرات العاملين في النوافذ الاجتماعية التابعة لأمانة الدولة للشؤون الاجتماعية. احتضن مركز هيل عرطة دورة تدريبية، وجرت هذه المناسبة بحضور والي إقليم عرطة السيد عبد الله درار عكية ورئيس المجلس المحلي السيد علمي بوح وخبراء تونسيين وهم السيد حبيب لوزا والسيد لاكس والسيد جباح بن كواد وكوادر من أمانة الدولة للشؤون الاجتماعية ومستشارين فنيين من الأمانة، إضافة إلى رئيس قسم النافذة الاجتماعية ومجمل العاملين. وقام بترشيد هذه الدورة خبراء تونسيين، حيث تركزت هذه الدورة حول دور وأهمية العمال دائرة الشؤون الاجتماعية. وتعد أمانة الدولة للشؤون الاجتماعية دائرة تعنى بتغريب الخدمات للعمال في هذه الدوائر لأداء واجبهم بشكل شفاف ونقاء. أطلقت وزارة التجارة عبر فريق من المفتشين بقيادة مدير التجارة السيد محرم فؤاد عبد الله بالتعاون مع المحافظات وعناصر الدرك الوطني عمليات تفتيش مفاجئة واسعة النطاق بين 14 وحتى 21 من يناير الجاري، وشملت منطقتي دخل وعلي سبيح. وتهدف هذه الحملات الواسعة النطاق إلى مراقبة أسعار البضائع التي تباع في الأسواق والدكاكين، كما تهدف إلى التأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة من قبل وزارة التجارة من جهة وفحص جودة السلع الأساسية من جهة أخرى. وخلال هذه الحملة عثر مفتشو الوزارة أن أسعار الغاز كانت مرتفعة بكثير من الأسعار التي وضعتها وزارة التجارة، كما تم العثور على أن منتجات غذائية منتهية الصلاحية تم بيعها في عدة أماكن
الأمريكيين للتجارة، حيث استفاد التجار من نقص المعلومات لدى العملاء الذين لا ينظرون إلى تواريخ استخدام المبنية على الملصقات. وأخيرا تطالب وزارة التجارة جميع العاملين الاقتصاديين والتجار إلى الالتزام بأسعار التي وضعتها وزارة، حيث سيعاقب المخالفين بعقوبات وملاحقات جنائية وفقا للقانون المعمول به. والآن ننتقل إلى الصحة الدولية. أصدر موسى فقيه رئيس الاتحاد الإفريقي بيانا أكد فيه إحاطة المفوضية بقرار المحكمة الدستورية لجمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والوطنية والإقليمية والتشريعية التي أجريت في 30 ديسمبر 2018. ودعت مفوضية الاتحاد الإفريقي جميع الأطراف للعمل من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار وتعزيز الوئام الوطني في بلادهم. وأكدت مفوضية في بيانها الذي نشره فقيه استمرار وجود الاتحاد الإفريقي لمراقبة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها، فضلا عن تضامنها مع الشعب الكونغولي. وتجر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الرفيع المستوى إلى كينشاسا في 21 يناير 2019 قد تم تأجيلها، كما ستلقي قمة الاتحاد في فبراير 2019 تقريرا عن الجهود المبذولة تضامنا مع الشعب الديمقراطي الكونغو الديمقراطية ودعمه له. تكشف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين للبرلمان خطتها البديدة بعدما رفض النواب الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ليزداد عمق الأزمة السياسية التي تعيشها لندن قبل 10 أسابيع من موعد الانسحاب. وستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس بدون اتفاق إذا لم يتمكن النواب من تأجيل تاريخ الانسحاب أو التوصل إلى خطة بديلة ترضي المفوضية الأوروبية. وكذلك وقد تخسر خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم قدرتها على الوصول على أساس التفضيلي إلى أكبر سوق لصادراتها بين ليلة وضحاها. إلى هنا أعزائي المشاهدين قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وانتهت النشرة.